الاضطراب لفائدة فريق الوداد وتدخل عادل الكروشي. تدخل ديال عادل الكروشي لاحظوا ما كاينش هناك تسلل وكان يعني محاولة استقبال الكرة طريقة جميلة باش كيراوغ كيمرر التمريرة باتجاه صلاح الدين السعيدي. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد تسديدة جميلة لصلاح الدين السعيدي ما مشاتش بعيد على القائم الايسر لمرمى الحارس انس ازليجي صلاح الدين السعيدي. ولكن لاحظوا المراوغه ديال اشرف بن شرقي يعني في مساحه صغيره يتمكن من التمرير والتسديده ديال صلاح الدين السعيدي طريقه جميله لو مشات المرمى. اعتقد صعب جدا على انس ازليجي انه لاحظوا لانه مشات سنتيمترات من مرمى الحارس انس ازليجي. يمكن نعتبروا هذا اول تهديد صريح في الجوله مراقي خطا يمكن نقول بانه يعني بامكانه يشكل خطوره على مرمى فريق الوداد. عصام الراقي كيلعب كره داخليه فوق المرمى يعني يحاول عصام الراقي انه يلعب الكره مباشره للمرمى يعني فوق مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. ويليام جيبور اول لمسه اسماعيل حداد سعداد اول لمسه واول تهديد على مرمى الحارس انس زنيتي. وكما قلت بانه اللاعب لما كيدخل انه يمشي بالكره بهذا الشكل اكيد غتعطي دفعه معنويه كبيره. تمريره ديال جيبور عند اسماعيل حداد الزيده ورده فعل كذلك قويه للحارس انس زنيتي. الحافظي صعود ديال الهاشمي غادي يحاول انه يرفع الكره او يمرر الهاشمي كيمرر في اتجاه اللاعب محمود بن حليب. الحافظي كيرفع الكره هذه محاوله راسيه خطيره لفائده فريق الرجاء. عصام الراقي وعادل كاروشي بغير اول ولكن كتضيع الكره بعد تدخل ديال عبد الفلوصير. الحافظي تمريره داخل المعترك محمود بن حليب قام بالتمويه بغى الكره تمر في اتجاه الزوايا الوسطي ولكن جيبور ايت بني الدر اسماعيل حداد تمريرة عند ويليام كيسدس والقائم الايمن يرد ينوب على مرمى الحارس انس ازليتي. ويليام جيبور لاحظوا هنا ويليام جيبور تسديدة عرضية قوية لاحظوا للقائم الايمن ولو انه كانت المتابعة ديال انس ازليتي للكرة لكن القائم الايمن هو اللي رد الكرة ولاحظوا الكرة يعني كتمر بجانب الخط على المرمى. مرة أخرى نتابع هذا التسديدة من زاوية أخرى تبع المحاولة في فريق الوداد. إسماعيل حداد من جهة اليسرى حداد ومرة أخرى إسماعيل الحداد يخطئ على المرمى. كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق الوداد ما كانش هناك تسلل. محمود بن حليب اللمطي اتجاه ما بيضي يحاول يسد تسديدة كيف شات فوق المرمى. كنعتبروا هذه اول تسديده ديال لي مامام فيدي صاحب اكيد التسديدات القويه لونغ ولاما في صفوف فريق الرجاء وخروج كيمر باتجاه الحافظي. سعد اللمطي من الجهه اليمنى غادي يحاول يرفع الكره بالفعل كيرفع الكره داخل المعترك وتدخل مرتضى فال. كتوصل الكره مره اخرى لسعد اللمطي في اتجاه الى الحافظي. سعد اللمطي داخل المعترك والحكم لا يعلن اي شيء. الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. كان سقوط ديال سعد اللمطي نحو نهاية المباراة بالفعل بالتعادل السلبي 0-2 في الديربي 21% بين الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق الوداد 0-2. أكيد سيباستيان دو صابر كيبقى دائما في الصدارة ومحمد فاخر باعتبار أنه كان المستقبل يمكن خسر نقاط ولكن أعتقد بأنه التعادل في لقاء الديربي في أجواء أكيد اللي كنعرفوا كدور في لقاءات بين فريق الرجاء والوداد.